وحول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من بغداد وتحديدا من منطقة اليرموك مراسلنا علي عبد الكريم. مرحبا بك علي. علي، ما الذي يحدث من حولك؟ يعني هل تم إخلاء البناية بالكامل؟ نعم، أهلا بك زميلتي وبكل مشاهدي قناة دجلة الفضائية. العشرات من الأهالي هنا يواجهون مصير مجهول، هم يقفون في الشارع منذ ساعات طويلة لا يعرفون ما هو مصيرهم بعد قرار الوقف السني بإخلاء هذه البناية. العشرات من أصحاب العمل وأصحاب هذه المحال وأيضا من أصحاب الشقق هنا يعني نحاول استغلال الوقت ونتحدث معهم بصورة أكبر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. احنا بالبدايه ناشد رئيس الوزراء، الناشد المرجعيه العليا بالنجف الاشرف، الناشد السيد مقتدى الصدر، الناشد رئيس الوقف السني، الناشد شكو شريف بهاي الدوله. هذا فرن صمون بي 14 16 عائله تشتغل بي، مخبز، وكيل غذائيه، شقق يتامه فوق، اجى امر تنفيذ من الوقف السني، جاء منفذ كسر باب الفرن وطب، انا بدي تخبز طشر صمون واخرج شباب. هذا الصمون هنا بالشارع، الطحين بالشارع، احنا اكو شغلتين نطالبها، نطالب ايقاف هذا القرار بحقنا فورا. والطلب الثاني فتح تحقيق مباشر، لان هاي الشغله بيها شغله سياسيه، اجى حيدر المله هنا شرف على قرار التنفيذ، حيدر المله وزير، نائب، رئيس وقف، رئيس قضاء، شنو من البين اجى وقف هنا نفذ عليهم، حتى الضابط ما يقدر يحكي، الضابط يحكي نقول له هذا صمون بس خان خبزه، هذا خبز عالم تريد صمون، اجى راسا وطلعوا برا شمروا الغراضي شابه شنو شمروا الغراضي شي وانا كيش موضوع. احنا نريد فتح تحقيق فوري لان هاي البنايه ما تابعه الوقف السني، هاي البنايه تابعه لاشخاص واقفيها، ما تابعه لا وقف سني ولا وقف شيعي. انا رحت للمحكمه وطلعت سند، السند باسم اشخاص مو باسم هذا، رايحين مسوين تصحيح سند وتصحيح هذا شغله بيها تزوير. الغرض اليوم يفلش هذا، يوسع الجامع قاعه من الجامع، شقه الشيخ الجامع فوق والباقي شقق سكنيه استثمار، طلب مستثمر حتى ينعفي بنظرات. زين هاي اللي تامه وين تروح؟ هاي العوائل تشتغل وين تروح؟ هذا قوت الشعب وين يروح؟ وكيل التومينيه وين يروح؟ ابو المخبز وين يروح؟ هذا ابو المطعم وين؟ طبعا بوابل. تعال انا اقول لك ليش، المنفذ نفسه جماعه التنفيذ نفسهم مو القانوني مال الوقف السني، لا المنفذين يقولون اول مره نشوف هيك معامله، المعامله تروح يومين ترجع من التمييز يومين ترجع، يقول اي كتاب بالدوله، اتحدث من الواقفين كلهم يعطي كتاب بالدوله ترجع له بنفس اليوم او يرجع له يومين، وينك السرعه؟ هاي شغله بيها فساد، من واقف لك سياسي هنا وجايب سيارات نفذ وشفلات نفذ واحنا دا نخبز، دا نخبز دا يخبزون ودا يشتغلون، الفرن دا يشتغل، المخبز دا يشتغل، هذا الطحين والصمون بالشارع، هاي العجين صار عجين بالشارع. يعني هاي الاراضي هي اليوم استثمار، سعر المتر اليوم سعر المتر ب 20,000 دولار 25,000 دولار طبعا يا فقراء يا يتامى. طالب السيد السيستاني قاف فوري لهذا الموضوع، احنا اليوم ما نروح منه بايتي للصبح هنا. نشوف واحد نشاء هنا شنو تفضل يمي. والله اني مره من هنا وشفت الوضعيه واني اعرف ذول العالم كلهم هنا لا حول ولا قوه. يعني هو قاعد فوق يطلعونه والله على مود يسوون غسل على شنو؟ وين كلام الله؟ كلام الله يطلع العالم برا؟ ما تصير ترى هاي، ما تصير، بس هم مجرمين ذولي، جماعتنا كلهم مجرمين، شلع قلع كلهم. تمام شكرا، السلام عليكم. عليكم السلام. شنو اليوم موقفكم؟ انتم قاعدين بهاي الشقه؟ احنا قاعدين هنا من ال 75 ال 91 و 2003 اتذكر ابو محمد الله يرحمه الفران القصف كان يشتغل وهم كانوا واقفين هنا ووقفوا ويا ولد المنطقه حتى يسوون لنا صمون حتى يمشونه. الحرب الامريكان يعني الحرب كانت فوقنا وهذه هسه نواجه الازاله حالنا حال غزه. يعني الصهاينه دا يسوون هيك بغزه احنا همينا دا نتعرض انه ننشال وننشمر بالشارع ويانا عقود اصوليه ودا ندفع اجارات كل سنتين كل سنتين يتغير الكادر مال الوقف السني ويتغيرون الفاسدين وياه ويجيبون مستثمر وكل مستثمر يجي يزيد الاجار علينا وكماله فوقها لا يصلح ولا يسوي شيء. 2010 تفجرنا هنا الكل تعوضت، احنا الوحيدين اللي ما تعوضنا، هذا الفرن احترق بالكامل. يعني اليوم الغايه من الازاله هذه؟ الغايه من الازاله 20,000 دولار والمتر، فاكيد راح تنبني بروج عاليه واكيد السياسيين اللي كانوا واقفين هنا يوميا يعزمون واحد الشيخ مال الجامع هو. وفوقها لان وقفنا هنا ولان بدينا نحكي شيخ الجامع يطلع ويهددني يقول لي قاضيك عشائريا. طيب. يعني باي عرف هذا؟ ليش القانون يوقف ويا القوي؟
ليش احنا الحكومات تبقى انه مستوليه علينا؟ راح صدام يجينا 100 صدام كافي. احنا باقين هنا اليوم بالشارع بدنا نشوف حالنا حال غزه. شو وقت راح يجوا لكم حسب ما قالوا لكم؟ هم اليوم جابوا الشفل وشالوا اخويا حطوه بالسياره لين بدا يصور، لين ما يصير نحكي، لين لازم نظل ساكتين. فرن صمون معجون وكامل وبس دا يحطوه بالفرن شمروه بالشارع. ما خلوا العمال هم يشيلون، جابوا عمالهم وياهم موظفين الوقف السني، موظفين الوقف السني يشيلون الغراض يذبوها بالشارع. اي وقف هذا؟ يعني الفساد احنا مالينا لهنا، الوقف السني همينا وياهم. تمام. يعني شكرا. يعني ايضا يبقى حق الرد مكفول لكل من ورد اسمه، وهذا يعني هذا ما يتحدث عنه الاهالي هنا واللي صار وياهم بشكل مفصل. نعمه الله بالشارع. جبنا اليوم اكثر، شنو مصيركم؟ شنو الخطوات اللي ممكن تقومون بها؟ والله انا لحد هسه بوضع الصدمه. يعني خابرني ابني، انا هم اشتغل صحفي، خابرني ابني قال لي بابا الشفل واقف بالباب قاعد يفلش البنايه. يعني قلت له تتشاغل؟ قال لي لا والله الشفل واقف واقف، والوقف السني جايب شفل يفلش بنايه على ناس عندهم عقود ويدفعون ايجار. هاي ايجار هاي احنا ساكنين هنا من 75، انا عمري 4 سنين انا ساكن بهاي البنايه زين، وهم يعني العقد باسم والدي زين، يطلعون امر تنفيذ على ميت لو مسوين محل، يعني كل شيء دارسين وجايبين الامر على اسمي. ولد هنا يمشي بالشارع لزموه عبالهم ابني يريدون يعتقلوه. شنو الغايه؟ الغايه هو استثمار. حاليا الفقير ما له مكان بالعراق، الفقير خليه يطلع من العراق، لان العراق صار عباره عن استثمار فقط. اللي صاحب الاموال الى العراق، الفقير ما له شيء بالعراق. يعني فعلا نوجه رساله للسيد رئيس الوزراء انه يشوف شنو هذا الاستثمار. استثمار يعني وقف السني هو وقف، هو مال موقوفه، شلون تتحول استثمار؟ شلون تنباع؟ وزين يجي نائب هنا، نائب سابق واقف هنا هو ينفذ على الامر. وهذا النائب السابق طبعا هو كان مرشح لمجلس النواب وانطرد، طلعوه لان مجد اسرائيل، واليوم هو دا يصير اسرائيلي علينا. واحنا اليوم حاليا احنا سكان غزه، احنا مو عراقيين، احنا اليوم احنا اهل غزه، احنا اليوم احنا حالنا حال اهل غزه، بس الفرق هذولاك اسرائيليين طلعوهم، احنا اليوم وقف سني طلعنا، اليوم وقف السني دا يلعب دور اسرائيل علينا. فاحنا ما اعرف احنا وين عايشين، احنا بالعراق مو بالعراق. حاولت تروحون للمحاكم تشكلون. والله احنا رفعنا قضيه، والمحامي يقول احنا رافع قضيه، والجلسه يوم 9/11 هم ما عندهم يعني بعد تسعة ايام هم ما يتفهمون، لان هم الاقوى من عندنا، احنا ضعفاء، احنا ما لنا غير الله. فلا حول ولا قوه. انا اعتقلوني طبعا هسه قبل شويه. ليش اعتقلوه؟ اعتقلوني لان دا اقول انا صحفي ودا اصور بيتي، اعتقلني. يعني ما اعرف شو القصه. هسه الصوره تقريبا اتضحت علي عبد الكريم، لكن هاي العماره بيها 30 واحد، 30 عائله. تمام؟ بس خلينا نسمع السؤال. علي الصوره تقريبا اتضحت، لكن الغريب في الامر المواطنين من حولك دي يتحدثون عن سياسي سابق او نائب سابق اجى ويا هذه القوه اللي تريد تخلي هذه البنايه، صفته شنو اجى؟ اريد نفهم هذه التفصيله بالذات. النائب السابق اللي اجى اليوم بصفته شنو اجى؟ هم يحكون باسمه، اجوا يحكون باسمه. يابا احنا 30 عائله هنا، ابو شو اسمه؟ ابو الوكاله 650 عائله من المنطقه، وهذا الفرن الوحيد، وبقانون الدوله ماكو فرن يتفلش. انت صاحبي وتعرف، هسه هاي العالم اجت تاخذ صمون، زين احنا كنا نشتغل خريجين. لا شنو نشتغل؟ النائب السابق بصفته شنو؟ يا جماعه يحكي هم المنفذين، نحكي لهم قول لهم علي نحكي ويا حيدر الملا، حيدر الملا واقف فوق راسنا، الضابط احكي يقول لي حيدر الملا واقف فوق راسي. انت صفه رسميه؟ ما اعرف انا حكيته. انا شوفوا يقول لي قرار قضائي. انتوا جايين تسوون احنا كنا خريجين ونعرف القانون، الكتاب وين؟ ماكو. طب جايب ويا عمال، طب ذب هنا كله، بس واحد يحكي صعدوا بالسياره. ايش تريدون نطلع على الطريق؟ ماكو ما انطونا كل شيء. كل شيء كنا خريجين. هذا تعال هذا واحد، انا مهندس، هذا مهندس، هذا اعلامي، كنا هيجي. وين نروح؟ نطلع على الطريق لو شنو؟ احنا هذا الموضوع هذه شغله صارت كتابه بالتنفيذ. هو احكي وياك واحد بيهم خوش ادمي حباب، احكي وياه يقول لي انا ما شايف هيك يعني معامله، يقول لي انا ايش قد طالع تنفيذ؟ الكتاب يروح يومين ويرجع لنا. انا اطالب فتح تحقيق، هذا الموضوع اطالب بفتح تحقيق، شلون هاي الكتاب، شلون جنس العقار تغير؟
شلون العقار سوى له كل ايام الناس اللجنه التحقيقيه من راح تراجع الكتب كلها فرق يومين، فرق ثلاث ايام. زين احنا وين عايشين؟ دبي وين عايشين؟ وين عندنا ايش قانون احنا؟ الكتاب بيعتمد يروح ما يروح اذا مطفت 25 50 الف، كنا نعرف هذا الموضوع احنا. وين عايشين؟ هاي بني يجيك كتاب يومين هيك، وين هذا الموضوع؟ استاذ هاي المناشدات الهوايه، يعني مناشدات هوايه مو لها، مو على متوجه المن نشن المن الناشد، الناشد مرجعيه، رئيس الوزراء، رئيس الديمقراطيه السني، رئيس الجمهوريه، الحلبوشي، من وين نروح؟ هاي العلم وين تروح؟ الفقر وين تروح؟ اللي بات اللي بات اللي بات بالشارع مو له. يا اخوان اتقوا الله في عباد الله، يا اخوان هذا بلد مسلم، احنا مو غزه، احنا العراق، وجاينا العراق يهجرنا. ليش؟ بحكم القانون. معقول القانون على الفقير؟ ليش يعني؟ على اي اساس؟ هاي الناس اللي واقفه كليتها ما لها حوبه، ابو الحصه القوان مالته بالشارع، قوت الناس العجين بالشارع، احنا محلاتنا مستفادين منها وعايشين عليها رغم القله مالتها، ليش هالوضع هذا؟ معقوله العباد اللي خمس نجوم اللي وسع الجامع؟ لا، بها فساد مالي واداري واخلاقي، ابن الجميع كنا نساهم به، من شيخ الجامع وانت نازل. الجامع ما ياخذ، الجامع ما ياخذ، الجامع كله تعالي الجمعه سرا وين ثلاثة؟ يعني 30 عائلة ينقطع رزقهم على مود يكبر جامع وسوي مغسل؟ القرآن وين رب العالمين؟ إذن يعني هذه هي التساؤلات تطرح اليوم من هنا إلى جميع الجهات المعنية بضرورة فتح تحقيق. الأهالي هنا يتحدثون عن صفقة فساد كبيرة. إذن مراسلنا من العاصمة العراقية بغداد علي عبد الكريم، شكرا لك.